السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في القناة. النهاردة حبينا نفتح مع بعض عيش الكوكتيل ونشوف الفروق وصلت لإيه. زي ما احنا قلنا قبل كده إن من أول 18 يوم بتبدأ الدبابيس بتاعة الريش تبدأ تدبس في قلب العصفور، ويبدأ يكسي تقريبا على من 22 يوم ل 24 يوم و25 يوم. بعد عمر 25 يوم بيبدأ العصفور يطلع بره العش، من 25 ل 30 يوم ويبدأ ان هو يتفقد المكان الجديد او البيت بتاعه. طبعا البيت ده هيتأذي منه اكيد بعد الفطام بتاع الكوكتيل عامة، من اول 35 يوم لغاية 45 يوم، وفي ناس بتفطم 50 يوم و55. المقياس عندي ان انا بشوف العصفور بياكل ويشرب كويس، يعني مش اللي هو بياكل بالراحه مثلا، بياكل الثمره بتقع من بقه، لا، ان انا باخد بالي جدا ان العصفور بياكل بشكل منتظم، وبحط له الاكل بيجري على الاكل وياكل، وبياكل اكله احس ان هي فعلا الاكله دي تعيشه. فطبعا انا باخد بالي جدا من العصفور بعد الفطام، وبعد بعض كمان ان انا اراقبه والاحظ عليه اذا كان العصفور ده فعلا بياكل كويس، هل صحته بتتأخر ولا صحته بتبقى كويسة. طبعا لو انا حسيت ان العصفور صحته بدأت تقل، او ان انا احس ان هو العصفور يعني اكلته ضعيفة، برجعه فورا للاهالي. حبيت بس اشارككم فرحتي بالانتاج الجديد والموسم بتاعنا، ربنا يجعله موسم خير ان شاء الله علينا وعلى الجميع. وبأمر الله بحابب بس انوه ان بأمر الله هيبقى في سلسلة حلقات عن التأكيل اليدوي من اول عمر 15 يوم و20 يوم حتى الفطام، وهنتفرج كمان مع بعض ازاي احنا بندرب العصفور وايه اللي يخلي العصفور يسمع كلامي. طبعا مجرد ان العصفور بياكل يدوي ده طبعا اكيد العصفور بيعتبرني ابوه وامه، يعني بيشوفني بيجري عليا، ده في حالة ان هو طبعا كبر وبدأ ان هو جناحه يشيله. طبعا احسن سن يعتبر يعني مميز ان انا اخد العصفور من اهاليه من حوالي 15 يوم. يفضل طبعا ان انا اخد العصفور من الاهالي في فصل الصيف، علشان اكتر حاجة بتضايقنا البرد. في حالة ان انا باخد العصفور من اهاليه اكتر حاجة بتقابلنا موضوع التأكيل اليدوي قصة البرد، ان العصفور بتبقى مناعته طبعا ما بتبقاش قوية. فطبعا احنا بنفضل ان احنا ناخد العصفور من 15 يوم، وطبعا الفترة دي بيعتبر العصفور بدأ ان هو يستنبه وبدأ ان هو يعرفني اكتر. فطبعا كل ما يبقى السن صغير انا بفضل سن 15 يوم باخد العصفور ان انا ابدأ ان انا اكله يدوي. وبعد التأكيل اليدوي طبعا العصفور بيبقى مدرب. طبعا انا بحاول لو هو ذكر بعد سن البلوغ بحاول ان انا اعلمه كلام، يعني يا ريت تبقى كلمات بسيطة، عشان لو العصفور طبعا ذكي وهو ذكر بيبدأ ان هو يتدرب ويبدأ ان هو يتعامل معايا ويسمع الكلام ويبدأ يردده، مثلا زي ايه؟ زي بابا، زي كوكو. طبعا مش هي دي بس الحاجات اللي بتخليني اخد العصفور عشان اكله يدوي. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتخليني اخد العصفور عشان اكله يدوي بيبقى مثلا عدد الفروخ في العش عددها كبير، فبالتالي انا بحاول ان انا اساعد، دي طبعا بتبقى مساعدة لكن ما بفصلش العصفور خالص. طبعا في حالة العصفور برضو ان هو بيتملح منه من الاهالي بشكل كبير، ده بيخليني اخد العصفور برضو من التأكيل اليدوي. في حالة ان العصفور الاخير، طبعا احنا عارفين العصفور الاخير في العش بيبقى يعني ما بياكلش زي اخواته الكبار، فطبعا بالتالي انا ممكن في الحالة دي ان انا بساعد العصفور ده بديله تأكيلة او تأكيلتين في اليوم على حسب ما انا شايف العصفور هيقدر يستحمل معايا لغاية فين. حابب بس افكركم اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصله فيديوهات قيمة. وبأمر الله عايزكم بس تتابعوا معايا حلقات التأكيل اليدوي دي، هتفيدكم جدا، هنتعلم مع بعض هنأكل العصفور ايه بالظبط ونأكله كام وجبة في اليوم، وكمان طرق التدريب بشكل عام. لو انت وصلت معايا للفيديو للمرحلة دي او للوقت ده يبقى انت كده برنس. شكرا جدا لمتابعتك ليا، في أمان الله.